طبعا انا اللي اختاريته هو اسنان فينيرس، والشيء الحلو اللي عند الدكتور هو ما اخذ من اسناني كثير. سنه من المعاناه شفت المستشفى وشفت الدكتور. اسم حسن ابراهيم، الان احنا في عياده ميديكو كلينيك. طبعا انا رحت كثير مستشفيات، راجعت وشفت، والفروقات اللي موجوده هون بالدكاتره انه شغل بروفيشنال والتوقيت المهم بالتعامل مع الناس. الاسنان اللي اختارتهم فينيرس، الشكل اللي عمل لي اياه واللون اللي انا اختاريته. طبعا انصحكم بالزياره، انت عريس 100%.